معانا النهاردة الدرس التاني، تحليل المقدار الثلاثي على صورة أ س تربيع زائد ب س زائد ج عندما أ لا تساوي موجب أو سالب واحد. طيب يبقى أنا عندي كل اللي اتغير بالنسبة لي هو مقدار، هو معامل س تربيع. معامل س تربيع مش بواحد، معامل س تربيع هيجيلي بعدد، العدد ده كمان هشوف حاصل الضرب بتاعه، يعني هيبقى أ ده عبارة عن لام في م، عددين مضروبين في بعض يديني أ، وجيم عبارة عن نون في ه، يعني عددين برضو مضروبين في بعض يدوني ايه؟ جيم. طيب تعال نشوف مثال عشان يوضح لنا الكلام ده. فبيقول لي 3 س تربيع زائد 13 س زائد 12. عندي ألف هنا بتلاتة، يعني واحد في تلاتة، مفيش أي رقمين تانيين ضربوا في بعض يديني التلاتة. طب وال 12؟ قال لي ممكن واحد في 12، ممكن اتنين في 6، ممكن تلاتة في 4. طب نحلها ازاي عشان نجيب منها الحد الايه؟ الأوسط. قال لي هنا كنا الأول لما بتبقى س تربيع بس كنت بقول س في س. طب هنا لا، دي 3 س تربيع، مرة هتبقى س ومرة هتبقى 3 س، عشان لما يتضربوا في بعض يبقى واحد في 3 بتلاتة وس في س بس تربيع. طيب هاخد اول عددين اللي هما 1 في 12، طب هحط هنا 1 واحط 12 وابتدي نضرب علشان اجيب ايه؟ زي المقصات كده عشان اجيب الحد الاوسط. يبقى س في 12 ب 12 س، 3 س في 1 ب 3 س، يبقى مجموعهم 15 س. هل الحد الاوسط بتاعي 15؟ لا، يبقى دي محاوله خاطئه. طب نجرب نبدل ال 3 فوق وبعدين الايه؟ الس تحت، او ابدل ال 12 هي اللي فوق والواحد تحت زي ما احنا عايزين. طيب هقول كده 3 س في 12 س هتديني 36 س، وس في 1 بس يبقى مجموعهم 37 س، برضو محاولة خاطئة. قال طب تعالى نجرب كده ال 2 وال 6، ماشي. يبقى انا عندي هنا كده 2، يبقى س و 3 س، وهنا 2 وهنا 6، يبقى س في 6 ب 6 س، و 2 في 3 ب 6، مجموعهم 12 س، برضو محاولة خاطئة. طب تعالى نشوف كده 3 س، هنبدل برضو ال 3 س فوق وبعدين الس تحت، يبقى 3 في 6 ب 18، وس في 2 ب 2 س، مجموعهم هيبقى 20 س، هتبقى محاولة برضو خاطئة. أنا بفضل أحاول كده في الأرقام لحد ما يجي لي المحاولة الصحيحة، بقف عندها خلاص مش بكمل. طب س و 3 س بكتبهم تحت بعضهم، وبعد كده عندي الرقم اللي فاضل اللي هو 3 في 4، ادي ال 3 وال 4، 3 في 4 س في 4 يبقى 4 س، و 3 س في 3 ب 9 س، مجموعهم هيبقى 13 س، يبقى دي محاوله صحيحه، جابت لي ال 13 س، يبقى احنا كده ايه؟ وصلنا للمحاوله الصحيحه. بكتبها ازاي؟ بفتح قوسين وابتدي اقول دي محاوله صحيحه، صح؟ طب انا عندي هنا س على نفس السطر معاها التلاتة، بالموجب ولا بالسالب؟ بالموجب، يبقى ده اول قوس. طب بعدين 3 س معاها على نفس السطر 4، بالموجب ولا بالسالب؟ بالموجب، يبقى 3 س زائد 4، يبقى انا حللتها القوسين س زائد 3 في س في 3 س زائد 4. طيب مثال كمان، 14 س تربيع ناقص 17 س زائد 5. بشوف ال 14 هنا عبارة عن ايه؟ قال لي عن 2 في 7 و 1 في 14، وال 5 5 في 1. طيب يبقى انا هجرب الاول العددين اللي هم 2 في 7 وما نفعوش، اخد ال 1 في ايه؟ في 14. طب انا عايزه الايه؟ الاشاره بتاعتي تكون سالبه. انا بعرف الاشارات منين؟ زي ما احنا قلنا، لو انا عندي ج موجبه يبقى معناها الاشارتين متشابهتين وبياخدوا اشاره الحد الاوسط. يبقى انا عندي هنا هو هقول 2 س و 7 س، وبعدين هاخد 1 في 5، 1 و5 والايه؟ وهديهم الاشارات السالبه. طب 2 في سالب 5 بسالب 10، 7 في سالب 1 بسالب 7، هيبقى مجموعهم سالب 17 س. جت من اول مره يبقى دي محاوله صحيحه، مش هغير اي حاجه، خلاص هي كده اتحلت. طيب قلنا زي ما احنا عايزين نكتبها بالشكل دوت، هنكتبها ازاي؟ خد السطر على بعضه، انا عندي هنا السطر 2 س وعلى نفس السطر 1 بالسالب، يبقى 2 س سالب 1. القوس الثاني 7 س سالب 5، 7 س سالب 5، يبقى ده تحليل المقدار بتاعي. يبقى احنا كده معانا اذا كانت اشاره الحد الاخير موجبه يبقى الاشارات اللي جوه القوس هي اشاره الحد الاوسط، واذا كانت سالبه يبقى الاشارتين ايه؟ مختلفتين. طيب تعالى نشوف كده المثال اللي قدامنا، 2 س تربيع ناقص س ناقص 6. طب انا عندي الستة هنا عبارة عن 1 في 6 او 2 في 3، وعندي المعامل بتاع س تربيع اللي هو 2، يعني 1 في 2.
طبعا بنبتدي ناخد كل رقمين مع بعض ونبتدي نشتغل بيهم لحد ما نوصل للمحاولة الصحيحة. يعني انا عندي 2 س تربيع عبارة عن 2 س في س، طب بعدين هاخدها مرة مع 1 و6 ومرة مع 2 و3 لحد ما اوصل للايه للمحاولة الصحيحة. لما خدتها مع 1 و6 اديت مرة الواحد اشارة موجبة ومرة اشارة للستة سالبة، فاداني 2 في 6 ب12 سالب 12 س، 1 في س بس يبقى سالب 11 س، ودي محاولة خاطئة، انا عايزة سالب 1. طيب تعالى نبدل ونحط الستة فوق والواحد تحت واديها برضو اشارتها سالبة والواحد اشارته هو الموجبة، فتبقى س في سالب 6 بسالب 6 س، و2 في س 2 س في 1 هتبقى ب2 س، هتبقى سالب 4 س، برضو محاولة خاطئة. خلاص طيب لو انا بدلت واديت للواحد هو الاشارة السالبة وال6 الاشارة الموجبة، هيديني مرة 11 بدل سالب 11 س، ومرة هتديني 4 بالموجب بدل سالب 4 س، ففي الحالتين مش هتنفع. خلاص هاخد المرة دي الاتنين والتلاتة، ادي الاتنين اشارة موجبة والتلاتة اشارة سالبة، يبقى 2 في سالب 3 يبقى سالب 6 س، وس في 2 ب2 س يديني سالب 4. طبعا لو بدلت الاشارات هتديني 4 بالموجب، والاربعة دي برضو ايه محاولة خاطئة اهي. طيب تعالى نبدل الارقام بنفس اشاراتها، يبقى 2 س في 2 هتبقى 4 س، وس في سالب 3 بسالب 3 س ادتني س، وانا عايزه سالب س، يبقى انا هبدل اشارات الاتنين والتلاته بس هما في مكانهم زي ما هما، يبقى 2 س في سالب 2 بسالب 4 س، وس في 3 ب3 س يبقى سالب س، ودي الايه المحاوله الصحيحه. قلنا عشان نكتب الاقواس بتاعتنا هتبقى 2 س زائد 3 في س ناقص 2، وده التحليل بتاع المقدار بتاعي. طيب تعالى نشوف هنا 6 ألف ناقص 27 زائد 5 ألف تربيع. الأول هحتاج إن أنا أرتب المقدار بتاعي، يبقى 5 ألف تربيع زائد 6 ألف ناقص 27. الألف تربيع معاها 5 يعني 1 في 5، والجيم بتاعتي سالب 27، 27 عبارة عن 3 في 9 أو 1 في 27. هجرب ده وأجرب دوت، واللي يجي أول ما تجيلي المحاولة الصحيحة هوقف التجربة اللي أنا بعملها. طب هاخد الأول التلاتة والتسعة. طب أنا عندي الألف 5 ألف تربيع عبارة عن ألف في 5 ألف، كتبتهم تحت بعضهم. طب وهاخد الرقمين بتوعي سالب 3 و9، خدت إشارات مختلفة عشان جيم بالسالب. طب هقول ألف في 9 ب9 ألف، 5 ألف في سالب 3 بسالب 15 ألف، هتطلع الفرق ما بينهم سالب 6 ألف. أنا عايزها بالموجب، يبقى أغير إشارات التلاتة والتسعة، يبقى يفضلوا زي ما هم في مكانهم بس اغير اشارتهم، تبقى سالب 9 والايه والتلاتة هتبقى بالموجب، هتدينا الفرق ما بينهم او المجموعهم بقى، واحدة سالب 9 ألف زائد 15 ألف هتدينا 6 ألف، ودي المحاولة الصحيحة. هكتبها ازاي؟ هفتح القوسين، القوس الاول ألف زائد 3 والقوس التاني 5 ألف ناقص 9. طيب هنا عندي 14 س تربيع ناقص 11 س ص ناقص 15 ص تربيع. طب ال 14 هي عبارة عن 2 في 7 أو 1 في 14، وال 15 3 في 5 أو 1 في 15. عندي س تربيع وعندي ص تربيع، يبقى أنا هقول لو أنا خدت أول رقمين ال 2 في 7 يبقى 2 س و7 س، وخدت أول رقمين اللي هي 3 في 5 يبقى 3 ص عشان عندي ص تربيع و5 ص. الإشارة هنا سالبة يبقى هاخد إشارات مختلفة، خلي التلاتة بالموجب والخمسة بالسالب ونجرب، يبقى يدينا سالب 10 س ص زائد 21 س ص هتدينا 11 س ص بالموجب. انا عايزاها بالسالب، غير اشارات اللي مع ص، يعني التلاتة تبقى بالسالب والايه والخمسة تبقى بالموجب بنفس ترتيبهم، هتدينا 11 س ص، تبقى محاولة صحيحة، وهي دي اللي انا هشتغل بيها. يبقى انا عندي المقدار 14 س تربيع ناقص 11 س ص ناقص 15 ص تربيع هتساوي، هفتح قوسين، 2 س ناقص 3 ص في 7 س زائد 5 ص. طيب 48 س تكعيب ناقص 112 س تربيع ناقص 20 س. احنا قلنا لو انا عندي اقواس هفكها، لو انا عندي ترتيب هرتب، لو انا محتاجة اطلع عامل هطلع. هنا عندي عامل مشترك كلهم يقبلوا على الاربعة وكلهم فيهم س، يبقى هاخد عامل مشترك 4 س واقسم 48 على الاربعة فيها ال 12 س تكعيب على س فيها س تربيع، ناقص 112 على الاربعة فيها 28 س تربيع على س فيها س.
ناقص 20 على 4 فيها الخمسة، وس على س راحت خلاص. طب يبقى انا عندي الحد بتاعي 12 س تربيع، عندي ال 12 عبارة عن 1 في 12 و 2 في 6 و 3 في 4، وعندي السالب 5 دي عبارة عن ايه؟ 1 في 5. طبعا السالب هنا يعني اشاراتي مختلفة. هبتدي ان انا اجرب 1 في 12. طيب طبعا هنبتدي نجرب الارقام بتاعتنا كلها لحد ما نوصل، نعمل محاولاتنا كده لحد ما نوصل للايه، للمحاوله الصحيحه اللي هي تطلع 2 س و6 س، وهحط هناك ايه سالب 5 وايه موجب 1، هي الوحيده اللي هتطلع لي سالب 28 س، دي اللي هتبقى ايه هي الاجابه الصحيحه. طب مش هنسى طبعا ان انا احط وانا بكتب التحليل بتاع المقدار بتاعي العامل المشترك اللي هو 4 س، وافتح قوسين تبقى 2 س ناقص 5 في 6 س زائد 1. طب انا عندي هنا اقواس، هفك الاقواس الاول زي ما اتفقنا. يبقى هبتدي ان انا اضرب 10 س في س، يبقى 10 س تربيع، وص في ص بص تربيع، واخد الوسطين والطرفين س في ص بس ص، 10 س في ص ب 10 س ص، يبقى مجموعهم 11 س ص، وانزل بقيه المقدار اللي هو سالب 7 ص تربيع. طب الم ص تربيع كده مع بعضها، يبقى انا عندي واحده بالموجب واحده بالسالب، حط اشاره الكبير وايه واطرح، يبقى 7 ناقص 1 ب 6 ص تربيع. الستة دي عبارة عن 2 في 3 أو 1 في 6، والعشرة عبارة عن 2 في 5 أو 1 في 10. برضه ابتدي أعمل المحاولات، لو طلعت من أول محاولة الإجابة بتاعتي خلاص هوقف المحاولات بتاعتي. أما هجرب المحاولات هلاقي 2 س و 5 س، وهنا موجب 3 ص ناقص 2 ص أو سالب 2 ص. تبتدي تطلع لي الايه الحد الاوسط مظبوط اهوت اللي هو موجب 11 س ص، يبقى حلله الايه ل 2 س زائد 3 ص في 5 س ناقص 2 ص.